الدراري باقي شويه عاد تحكوا بينا. ناضل يا منادي ناضل، ناضل يا منادي من اجل الكرامة، ناضل يا منادي ناضل من اجل الكرامة، من اجل التغيير، ضد الحقرة، ضد الاقصاء، ضد التهميش، لحلاهما إدارة بناهية، إدارة بناهية، قضية مركزية، مع ان النقابة الوطنية لمربي النحل اكدت المرض ونحال من نالهم الخاص اكدوا المرض، لكن القطاع الوصي مع الفيماب الهروب الى الامام دائما، اكدوا بان لا لا لا, لا يوجد مرض، بل هناك مرض بالدليل بالحجة والدليل. المشكل ديالنا هو مشكل ديال الفاروا اللي من 2011 ترصدت ميزانية من اجل نداويو الفاروا اللي خصو يتعطى 22 مرة من 2011 2022، يلا تعطى ثلاثة المرات، خصو 22 مرة تعطانا الدواء. حنا كنطالبوا إعادة النظر في هذاك الدواء لأنه أصبح مقاوم للفاروا. لهذا هذا التنظيم هذا دابا الآن آن الأوان لرحيله، آن الأوان لإعادة هيكلة هذا التنظيم. راه كاين الناس، كاين الناس كأكفاء في الوطن ديالنا المغرب الحبيب، كاين الناس اللي عندهم الكبدة، عندهم الكبدة، عندهم الكبدة على قطاع تربية النحل. ماشي فقط حاضين عير الصفقات وحاضين عير التجاره في النحل، بغينا ممثل حقيقي لمربي النحل بهذا المعنى. مؤخرا تم الدواء حول هذا اللقاء، ولكن تم اقصاء عديد من المهنيين من ضمنها النقابه الوطنيه، شنو هو المبرر نتاعكم؟ هذا واش تم الاشراك نتاعكم؟ هذا هو المشكل اللي وقع، دارت مناظره عالميه فيها خبراء دوليين ومغاربه، وللاسف يتم اقصاء مكون كبير من المكونات اللي هو النقابه الوطنيه لمحترفي مربي النحل بالمغرب، واللي هو النحال الحقيقي اللي هو كيعرف المعاناه ديال خوتو النحاله، تم اقصاؤه. وراه حنا عندنا ممثلين ديالنا، وعلاش تقصاو؟ اذا انتم شنو كتبغيو؟ كتبغيو ديروا توجه واحد للفكر ديالكم والاراء ديالكم؟ يجب مشاركه النحال المغربي الحقيقي والتنظيمات ديالو الفعليه. للإشارة تعتبر النقابة تربية النحل من أقدم النقابات في المغرب، تأسست في 1936، من أقدم النقابات، وهي تدافع منذ زمن بعيد عن قطاع تربية النحل، نظرا لأهمية هذا القطاع والدور الذي تقوم به النحلة في تلقيح النباتات وجميع، يعني أن النحل المغرب دولة فلاحية وحماية هذا القطاع تبنته النقابة منذ زمن طويل، وهي تدافع ولا زالت تدافع وستبقى تدافع. ونشكر السيد الرئيس النقابة الدور اللي سبق لنا، درنا واحد الوقفة احتجاجية في إفران
في فران بالنسبه على هذه الفيدراليه المزعومه والنقابه تحت غطاء النقابه المهنيه ديال تربيه النحل. والان كذلك النقابه هي اللي كتعاوننا وهي اللي كتوقف معنا ودايره واحد المجهود. الرئيس ديال النقابه الله يعمرها دار. ولكن هاد الفيدراليه ولا الاداره المسؤوله ولا الاداره الوصيه هم يعني متخصصين في ابرام الصفقات المشبوهه وكيخدموا مع ماشي مع النحاله كيخدموا مع الناس ديال البيع والشراء. والسلام عليكم.